السلام عليكم احبابنا. اليوم انا رايح نحكي على اجيح سيجي درتو في حياتي. انا نحكي لكم على هذاك الله يسترنا ما لقيتش كيفاش نقولها لكم على مي كاينين عباد ولاو يقولوها نورمال هكذا. تعرف شنو هادي غير كيما باسكو بكري شده في الله حبيبي الله يعطيك الصبر. واش كاين غير الخير ان شاء الله. خلات وليدي الله اكبر مات. يا ريت لو كان غير مات قبل ما نكتشف عليه باللي يحب طفله. الله اكبر يا جبت الله. انا وليدي يدير هكذا 35 سنه وانا مزوج مع امه رمزيه وما نحبهاش. هو في عمره 25 سنه يدير هذا الشيء. هذا جاب لك العار هدايا. شوف استكلف انت بالجنازه وخبر كاع الفاميليا. وقتاش نقتلوه؟ وقتاش اليوم العشيه اللي كيبان لك في لابلاصي تم يوجدوا فيك العفسه وين شغل اللي يشنقوه. اليوم العشيه نقتلوه غدوه مور ظهر الجنازه قيس ما يلحقوا الفاميليا بركي. من ممنوع تقول هاد الكلمه بكري. خويا البركه فيكم شي اصبر برك. هاوليك بابات الطفله اللي كانوا وليدك. سمحوا لنا يا خويا سمحوا لنا وسخوا لنا الاسم تاع الفاميليا. انا الطفله تاعي البارح اللي كليتها بها بجنازتها. وصيتو شحال من خطره وانا نقول له وين يكونوا زوج حروف هادو الحاول با ما تدورش. خطره شرا حب الملوك قتلته بالضرب باسكو فيها الحب. شو الحليب وقلت له ما تشريهش. ايماجيني يروحوا للاموليا ماشي يتلاصقوا دوك زوج حروف يولي يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اي سي بور سا اللي بكري ما يجوزوش يتحبوا. ايه ماشي كيما دوكا. دوكا رابيد بزاف. هذا وين سبوتيت هاي اللي كاي جات يا الزين. هذا مخطوب ولا يستنى هاك ماركي النمير. على بالك الحاجه اللي عجبتني فيك هي العقليه. عقليتك هايله. جامي نسمح فيك. على بالك حبيت نقول لك حاجه بصح حشم. قولها نحبك مرتي. واش راكي حابه نسمو ولادنا؟ الا طفله نسموها على ماماك والا ولد نسموه على باباك. ياك انت راجلي قلت لك ما تروحيش للعرس تاع فاميلتك هكذايا ما نخدمهمش انا هادو. ما كاش خرجه تبدلت كامل ماشي هكا عرفتك. ما نديرش الحلوه للرجال في العرس تاعي. واش راك حايب يقولوا عليا الناس؟ مازلنا في الناس. شوف يقول لك حاجه من هالدقيقه ما كان والو بيناتنا. كرهت حياتي انا خلاص. نوكل عليك ربي هكا تمسخروا بنات الناس. بون فلالجيري العلاقات تاع هذاك الشيء مبنيين جينيرالمون على حاجه وحده. الحديد وي صافا شحري ساعه ديجاج. ايه صافا لاباس وانت؟ شويه برك. لازم تفرغ لي قلبك. واش رايك نروح نحبسوا الطوموبيل باش ما يديروجيناش الطوموبيل؟ اباك هذا مفتاح الدوبل تاع صاحبي سلفه لي باك اي نفرغ لك قلبي ابي ابات شو ديجاج. قالوا خصني هم ايسي فرصه للواحد قبل ما يحب لازم يخير مليح باسكو كاين بزاف انواع تاع الفتيات في الجزائري. خيرت لكم خمسه منهم. تقع الجزائر في شمال افريقيا وهي دولة ديمقراطية غنية بالموارد البشرية تعرف فتياتها بالتنوع الثقافي. النوع الأول فتاة لاكلاس أو المتحررة لواحد ما يحكم فيها. معروفة بجمالها الغير طبيعي حيث أنها حتى لو لم تكن جميلة تولي تبان جميلة بفضل الأموال تاعها وبفضل سيارتها الفخمة. مع فتاة لاكلاس يظهر الرجل الجزائري الماتيرياليست. تتشرط كثيرا لا تقبل بنامبورتوكي. في غالب الأحيان يكون باباها حاجة خشينة تحب لفواياج والديستيناسيون أوروبا تبلنها كلي ما كان والو. لا تقبل بقاعدة أقل من صالون دوتي وشيشة شيك تصرف فيه ما يتراوح بين 4000 إلى 10000 دينار في القاعدة الواحدة باش تبين روحها. تتميز أنها يدور بها بزاف الحلابين وفي كثير من الحالات يتضاربوا على جالها. تلبس غير الماركة وتدير العطر تاع زوج ملايين فما فوق. تستقام حوالي 20 مليون في الشهر ومنه نستنتج أنها ماشي تاع واحد شهر وإنما تاع واحد باباه كذلك حاجة خشينة. نوع آخر انتشر بشدة هي فتاة المافيا ياخو. حتى إذا كانت شابة تولي تبان ماشي شابة بسبب لباسها الرجالي. تتكلم بالرجلة سون ستيل دو ماك. هم أصدقاء الرجولة أو ما يعرف بصحاب الرجلة والذين يضربون بالموس. تشترط في من يحب أن يلبس الإير ماكس والسيرفات لاكوست. أفضل المهن التي تتمناها في شريك حياتها هي أن يكون إما حراسة مواقف السيارات أو سرقة الهواتف النقالة
أو بيع الزطلة، وتعرف هذه الفتاة بالنعدام الرومانسية. واش يا لزام، وين كنت الحومة؟ جبيت جدك يا واسمك ما كيش تعقلي، كانت عندي حسيثة في الحومة الفوقانية. وياك فرشني فرد، دقيته بالموت. مهبول انتي يا باك، قتلته هو فاميلته. اسمع يا بالك، اسمع كي قتلته جوني شي مشاعر، حبيت نقول لك جتام. اخي حلاب يا اخي، شبيك راك راجل كبير تهضر هضره كيما هادي، شبيك؟ تعرف انها تحب الضرب، وبالاستماع لهذوك الاغاني الجزائريه اللي فيهم السبان. نوع اخر خطير جدا انتشر بقوه في السنوات الاخيره هي فتاه السكنات الاجتماعيه، او ما يعرف في الشارع بفتاه السوسيال، وهي من سلاله دجاج العرب، او ما يعرف بدجاج عرب. عندما تتكلم بالعياط، وتعرف بأنها تكوف نفسها. أن تكون زوالي مشي عيب، فالفقر لم يكن يوما عيبا، ولكن فتاة السوسيال تحشم بفقرها وتلعبها لكلاس، وهي في الصح ما كان والو. شوف صندلة تاعي، سبحان الله تقطعت لي دوكا. أوه، مشي كانت مقطعة مصباح ما فيها والو، نورمال. شو لا لا لا، قالوا قطعة مصباح عين عين بي أنا يا حقا ما قلت لكش لي فاكونس تاع العام اللي فات رحنا لإسبانيا، وهذا العام قلت لهم نروحوا لبارسلون. صح، كيفاش هادية؟ وشنو كيفاش سهلة؟ شوف، بارسلون جاي قدام فرنسا، والإسبان جست قدام طاليان. في الحقيقة أفضل تحويسة لفتاة السكنات الاجتماعية كانت نهار السولد في أرديس، أو في السونر كوميرسيال تاع باب زوار. هذه الفتاة تخرج مع شحال من واحد في وقت واحد، حيث أنها ترشق مع أي واحد يجي في طريقها. تعرف بالألوان الغريبة في ملابسها والمنبثقة من قوس قزح، وتعرف بقدرتها الخارقة باش تدير لابريسيون، كما تعرف بالقوالب حدة تاع بكري. ينصح من يدور مع هذه الفتاة ألا يخلط فيها كثيرا، لأنها تلصق بزاف وتسكن لك في رأسك وتدير لك سمير في أي لحظة. شوفي ما فيها والو، نتفارقوا ألم يابل نورمال. ألم يابل كيف هذا ألم يابل؟ كشني وليا والله غير نجيب لك خاوتي يا ناس، روحوا تشوفوا هلام يا بو، والله غير كره لك حياتك تولي تنومني. يا لطيف، نوع آخر من الفتيات العاقلة والبنت فاميليا، ولكن دير كلش من التحت إلى التحت. يصنفها بعض الخبراء أنها من فصيلة جاج تريسيتي، نظرا لخفتها الفائقة. من أفضل أنواع البنات، لأن السيد ليكون معاها يكون مرتاح، لأنها دير كلش ولكن مر ظهره بلا ما يفيق، تماما كما يدير هو. على كل حال، تجد هذه الفتاة دير لا ميم شوز مع عدد معتبر من الرجال باش تكتر لا شونس تاعها في الزواج. واذا ما تزوجتش مع اللي تحبو بزاف، في لمح البصر ترومبلاسيه باخر كانت تحبو غير شويه برك، وتستعقل مباشره بعد الزواج. اخر نوع من الفتيات الفتاة السمبولي، او الفتاة العادية جدا، تجدها متوسطة في كلش. بالنسبة للزين تجدها مشي شابة بزاف، ولكن مشي مزعوقة، او ما يعرف في الشارع بمينيونة. مشي ريش ولكن مشي فقيرة. في العقلية تجدها انتيك، وتجد نيتها مليحة، تعرف بالتوسط في كل شيء، كلش فيها موايا. تشتري ألبسة بسوم موايا، تتكلم بصوت متوسط، ومن قوة موايا الطيب غير بسميد موايا. تعرف بأنها فيدال، وبأنها ناس ملاح، وتجبرك على أن تكون معها السامبا، لأنها ما تدير لك حتى حاجة مشي مليحة. في غالب الأحيان تجدها مخطوبة، لأنها تطير على البكري، فهي أفضل أنواع الفتيات. أبري ما تخير النوع اللي راك حابه، تجي مرحلة واحدة أخرى اللي هي مرحلة لدراج. تاكلي شمينغو. ايه يا خويا حميدو، هذيك بكري دوكا لو كان تقولها تاكلي شمينغو. تاكلي شمينغو شخي جايح يا اخي، راه كبير راه دي حكايه كره. بون، لا دراك هذه على كل حال فن، وفيها بزاف لي تكنيك، وشنو ماش حاب ندخل فيها بزاف باش ما نشجعوش عليها. بصح انا واش ريماركيت سيكو ولات فيها بزاف لا فيولونس يا اخي. قديم استغل لا تكنيك يا خويا. ماشي سراخ، راني النيميرو دوك نخسر لك وجهك. مان ماتش يا اخي، الزبل يا اخي، يا اخي خرا سوسيال.
فهاد السيجي ماشي غير رجالة، ميمام البنات يحيروني. رغم أنها تظهر لك أن عينيها في الأرض، ولكن لم يستطع العلماء فهم القدرة العجيبة على الرؤية ل 360 درجة، حيث أن لها القدرة باش تسكاني السيد حتى لو كان خلفها. زعما سمعنا باللي راح يديروا قانون يعاقبوا به هذوك اللي يدراقيو في الطريق، بصح شنو ما يعاقبوش البنات اللي بروفوكيو؟ نو، هذيك شغل ليبرتي نورمال. انا على كل حاجه بونس با راح يجي النهار وين بنادم واحد في الجيري راح يخاف من هذا القانون. هذيك القانون واش به؟ يا لو كان ماشي القانون هذا كان قلت دوماج يا. وانتو اللي كانوا كان زعما صح يديروا هذا القانون، جاب لي ربي البنات هما اللي يوليو يديمونديوا تولي هكذا. واش الزين انت اللي غنت عليك ننسى عجرم؟ واش بيك نورمال؟ واش بيك؟ ما عندكش خوك، ما عندكش خوك تخافي عليه يديروا له هكذا في الطريق؟ ربي يهديك ما تحشموش. بخي قديم يا اخي. دوك على كل حال كاين دي تكنيك جدد باش تعرف على طفله، ماشي غير في الطريق مي سورتو في الفيسبوك. بصح شنو كاين هذا البروبليم صغير؟ شوف شوف يا بي والله غير شابه يا هاي جايه. واش بيك؟ عباك والله غير جامي شفت وحده شابه كيما هذه. بصح تصورها في الكودي كاع مكتوب فيهم ريتيريكالا. يا هاي جات هذه شابه يا يما. الله اكبر تخلع. ابري ما تجوز هذه المرحله نلحقوا لا ريلاسيون تاع هذاك الشيء، وبيان سيور ما تقدرش تكون ريلاسيون بلا كذب. جامي في حياتي هدرت مع واحد، انت هو الاول اي لو سول في هذه الدنيا اللي نهضر معاه هكذا. على بالي بالاكسبيريونس تاعي فقط باللي جامي هضرتي مع راجل. اون بلوس دو سا تو سي تري بيان بلي هضرت معاك على جال عقليتك ماشي على جال ماتيريال. باينه هادي. واش بيك كي تشوفي فيا كافي كيفاش اللي جينا منها ولا الكذب زعما تاكيد ضربو؟ نوكل عليك ربي واني نحس روحي مخنوقه، حيدوني للسبيطار. سبيطار؟ هاي قلبي ما بان ماليش مليح. اني جاية ماما اني جاية. اها كوباتا اسمع جيب لنا البلاي نديرو فيها بارتي. لي ريلاسيون تاع الحب عندنا معروفين بحاجة سيكو ما كاش كامل الرومانسية، مي كيفاش تكون الرومانسية في بلاد فيها شمادي يا عيانة قاعدة؟ واش كنت نقول لك؟ اي لوف يو يا. مي الرومانسية هادي احنا نعرفوها غير في لي فيلم. حبيت انا نكبر معاك خلقني رب العالمين. ما فهمتش انا في لي فيلم زعما يبداو يدوروا ويدوروا ومن بعد نورمال يروحوا يتعشاو. انا سييتها اخترا تصاوب شنو ما راحش نتعشى. دوخة دوخ. ما فهمتش انا صوتك ويجيني منا واني نشوف فيك منا كي منا. التوسويس هي اهم حاجة تميز علاقة في الجزائر. راكي اون اتونتا تباكي تهضري مع مراد. يا ودي نعل بليسه التليفون كان في الشارجور. شارجور؟ باين باللي مراد هو اللي شرا لك الشارجور هذا. واش خداك ياو؟ وصاحبتك هذيك واش بيها زعما في فيسبوك تكتب بالرجال سواسيه؟ اي عليا ديجا نقول قولي لي درتي له جام في التصويره تاعو المراد يا اختي؟ والله ما درت له جام. بصح كنتي ناويه ديري له، كنتي ناويه. اي سورتو بالك تغلط ودير زوج حاجات هما اسلحه الدمار الشامل في الجزائري. درتي لي في في الميساج تاعي وما ريبونديتي ليش؟ ايه الفي بصح الفي فيه قوالب با. لا كونيكسيون برك راحت لي. كابابل جوز ماشي كيما السلاح الواعر. يا ربي واش صرا؟ يا ربي واش كاين؟ بعث لي هذيك اليد الزرقاء. مي ممنوع تبعث هذيك اليد. كاين كاتيجوري تاع هذوك اللي طايحين ما يحلبوش بصح هما. سي تو بلي يا عمري علاه سمحي لي. ايه كبت لي في وجهي هذه. واش بيمك واخي لك حبه اختي جدي اخي الصامطه اخي توم ما يحلبش يا مريض انت هبلتني يا خويا. تقول لي في تليفون نحبك عباك تحلل فيا تبكي تبكي هكذا وانا ما حلبتهاش يا الزوم يا الراجل كي عيا من لا ريلاسيون ويحب يكوبيها يبدا يحوس على السباير من نيمبورت كال سبه. وين راكي؟ راني في الشومره تاع خويا. كيفاش تبدلي الشومره بلا ما تقولي لي؟ تسمع راك تشرشي لي دوكا. راني نشرشي وليتي ترجعلي الهضره. اي سي بون ما كان والو بيناتنا. باغ كونتر الطفله كي تحب تكوبيها سهله، يسيفي برك تنطق الكلمه اللي هلكت الامه. عباك راني نخمم نخلص لك فواياج لا تايلاند باش تروحي تحوسي شويه. نحبك نحبك كيما خويا. هما البنات لو كان نتبعوهم ماذا بهم يكون عندهم واحد كيما انس الانسان المسالم.
أنس إنسان حساس ومرهف الحس، يحب كثيرا فتاة الأحلام تاعو. كلش يفكرني فيها، نشوف زهرة نتفكرها، نشوف ساشي هكذا يطير نتفكرها، حياتي كامل مربوطة بها، وأنا أتعامل معها برقة وبكل حنان، وأغني لها كل يوم أغنية كادم الساهر شيكورتي حبيبتي. أنس دايما يدي الكف من عندها، ولكن رغم ذلك ما زال يحبها. اي لافوت تاعي انا من ذاك نتقبها، لذلك نستاهل وراني فيار كي تضربني. تعرف نوصلها دايما عند الحفافه ونستناها ربع سوايع، وطبعا انا اللي نخلص كلش، ونفليكسي لها يوميا حوالي 200,000. تو شنو كي تعيط لي نكوبي لها ونعاود لها، باش شغل هذوك الدراهم منين نمدهم لها تخذي بها صوالحها. أنس حلاب كبير، كي عيط لها وما تريبونديش يبكي بكاء مريرا. جو سي با بوكوا، بصح تغيضني عمري كي ما تريبونديش عليا في التليفون. الحبال. أنس حاول الانتحار 5 مرات كي ما تريبونديلوش في التليفون. كتبت في الدخلة تاع الحومة أنس زائد أم تساوي قلب تاع حب. أنس يكتب لها الشعر، في بعض الأحيان يسرقه من جوجل ويبعته لها في برية. حياتي كامل وانا في دال، ما نهضر مع حتى مرة احتراما لحبيبتي. خطرة برك هضرت مع يما، ويا ليتني ما هضرتش معاها. حسيت روحي خنت حبيبتي، مما تسبب لي في صدمة عاطفية. 3 شهور وانا نداوي بزيت الزيتون، ومن بعدها لاباس شوية. أنس إنسان حمار، من فضلك لا تكن مثل أنس. ميلحقنا لواحد الوقت وين لي بارو ولاو كول والعياذ بالله، ولاو يخلوا ولادهم وبناتهم يتحبوا نورمال. كاين ميم لي السلام عليكم صافا وليدي، ماشي انت اللي تخرج مع بنتي؟ كنت نخرج مع بنتك. علاش راك دير هكذا يا وليدي؟ والله غير لو كانت تشوفها مسكينه والله غير في حالها تبكي ساعه فيها شويه. ما نقدر، اسمح لي والله ما نقدر. علاش هكذا يا وليدي؟ علاش تصعب فيها؟ يرحم بابك عاود خرج مع بنتي. في وجهي في وجهي. هاي 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 حاجه والله غير كي حشمتني في وجهك. هاي خلاص. هاي بارك الله فيك. علاش ان شاء الله تجوز للدار؟ هاي نستناك. كاين ميم لي ولاو يحتفلوا بعيد الحب نورمال بلا ما على بالهم كاع الخلفيه العقائديه تاعو، مي فريمون بروبليم مادام كاين اللي هكذا. جوايو سان فالونتان. في حياتك وحياه كامل اللي تحبهم. امين امين. تعرف شوف كاين واحد كنت نكرهه ما كاش حتى اليوم قال لي نحبك. سبحان الله يا خويا، شوف البركه تاع سيدنا فالونتان كيجي يا خويا. وانتوما كيف تجوزتوه بيان؟ شويه شويه والله غير عباك الشيكولا اليوم نهار كامل وانا ناكل فيها ورجعتني كرشي. راك تعرف رحت نغافر درت على ليزاكس تاوعي كامل يا خويا، مازالت غير امينه دوك نطلع لعندها جبت لها كادو يا خويا. سبحان الله يا خويا، ها دائما خرجت من دارهم بسكياك. على بالك كانت معايا بكري. على بالي على بالي قبل ما والله يبارك. حكات لي حكات لي. ها يبقى الحمد لله راكم بخير. مي كي تكبر شويه راح تفيق باللي هاد لي ريلاسيون هادو ما كامل ما كاش منهم، باسكو الحب تاع الصح والحب الحلايلي عمرو ما كان قبل الزواج مي مور الزواج. مالا ما تعيوناش بهاد لي زيستوار، وعسوا ولادكم عسوا ولادكم باسكو دوكا الدراري صغار وراهم يتحابوا. الو يسرى، واحد لي زيد يسرى قالك الميمار راح يقول لي ليا. يا راك تهضر مع يسرى؟ واش دخلها بنت لي الحرمه اللي بلوكات لي في الفيسبوك؟ هذه اللي قال لك الحب ما ازيد له الماء ارمي في بيت الماء غير اذا زهرت الغيوانيه. كانت هذه الفيديو تاع اليوم، جيسبر تكون عجبتكم. اي قبل ما تروحوا اضربوا دورا لهنا لهنا ابوني فلاشين يوتيوب هكذا باش يولي يلحقكم كل جديد. وزيد لكم حاجه، انا هضرت على الحب ومن نايف، بصح شنو نصارحكم، انا تاني عندي وحده نحبها ونموت عليها وندير لكم ديفي. لو كان لا فيديو هذه تلحق 100,000 جام في اليوتيوب لهنا لتحت نوعدكم باللي ندير لكم تصويرتي معاها وتولوا كامل تعرفوها. اي نظره هكذا باش على بالي بلي امبوسيبل تلحق 100,000 جام لتحت. الله يفارقنا بلاد نوب يا منعاش. ايه كليكي وهنايا دوك تخرج لكم باجا هكذا باش تابوني فلاشين يوتيوب. رانا اكثر من 600,000 واحد، ما نقول لكم يعطيكم صحه. وما تنساوش التحدي اللي درناه تاع 100,000 جام في اليوتيوب، كلمه من عندي باللي ندير لكم التصويره تاعي مع اللي نموت عليهم.